السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن تنظيف البيوت وترتيب البيوت أو شو بتكون تسموها كيفكم. المهم بهاي الحلقة رح نعمل شغلات كتير حلوة وشغلات كتير جميلة، ما رح أطول عليكم، مشاهدة ممتعة وخلينا نبلش بالفيديو. وأهم شيء ركز بالكلام رح أحكيه بالفيديو، كتير مهم، ما رح أحط لكم إياه بالمقدمة عشان ما تملوا. رح أنا عم بلعب رح أحكي لكم إياه، رجاء ركزوا فيه شيء بدكم إلكم. طبعا في لي مفادة لي، بس يعني المفادة اللي أكبر إلكم أنتم لأنه بتساعدكم صغير. كلياتنا طبعا وصلنا 20 شخص، ان شاء الله بتزيدوا مبارك ونوصل 10000 هيك، بس 10000 من اكثر. المهم مشاهدين ما تعلنيت الفيديو، ليتس جو. هلا نرجع ندخل على البيت لما دخلنا اللعبه وشي. المهم طبعا انتم تتذكروا بالفيديو الماضي حكينا فيه انه كان في عندي بيت بدي بيعه وشد الاسعار المتوقعينه. طبعا السعر المتوقعينه اجى 47000، لا شي 45000 دفعوا لي بالبيت، خسرت فيه شي 10000. المهم ملخص الحديث، فانا فكرت انه بعد كل شيء عندي ضل عندي بعد كل شيء بضل عندي غير هذا البيت اللي انا عندي اياه حاليا. هلا عندي 180000، فعم بفكر ما راح ادخل انا بهدول البيوت، فراح واو شو هذا بالعربي فيهم محطة فضاء، فرح اروح مباشر اشتريها. يعني بصمت حقها 480000 تبع عندي 180 افضل من 300000. بدنا نحاول نلعب بيوم فيديوين او ثلاثه رح ننزل لكم اياها، بس العب المشينات اللي بتجيني من برا يعني ما اشتري بيت وابيع وكذا، لانه شراء البيت وترتيبته وتظبيطه كيف ما منها مربح، اني اروح ارتب بيت اشتغل من التعهيدي اشتغله واخلص منها اربح لي. فلذلك اليوم رح نشتغل على هذا السيستم، الفيديو كله ان شاء الله رح نشوف ايش موجود هون، نشوف ايش الطلبيات موجودة. عندنا خمس مهمات، نشتغلنا مهمتين كل يوم، مهمتين صلى الله وبارك على رسول الله، مهمة حديقة مهمة بالبيت، مهمة حديقة مهمة بالبيت. المهم هذا اللي رح نعمله، بس خلينا نبلش ونشوف ايش بده مطلوب منا نسويه. طبعا هذا اتوقع طالب مني انه شغله لازم يكون كله جوات البيت. بده نظبط له المطبخ وعشان المهم خلينا نشوف. هذا بده يغير عفش البيت كله، في هون لازم نحط عازل، بدنا نسوي هون حمام، هون حمام وايش في كمان حاطط. المهم بدنا نعيد هي كريت البيت كلها، خلينا نك مشعلة البيع ونبلش البيع. دول تركون والله متعبين على البيت، مشتغلين شغل كتير، حتى في تبديدات شوفوا جاهز التبديدات، هي كل المطلوب منا بس يمشي. اعطينا صورة تمام، لك كنا شايلين اشارات اشتريها ركبهم تمام. اول شي رح افكر نظبط هدول نفتحهم نعيرهم، هذا اتوقع مشان حمام دوش ورحبون ورحبون كمان غسالة، هاي مغسلة هي تمدات هي السلية الزلمة جلو، انا متوقع هي التواليت الجورة بالارض اتوقع هذا شو نيسا. هلا بدنا نحط الحيط اول شيء، نحط المطبخ ينحط. ايش طلع لنا هون؟ نشوف على التاكس، في عنا غسالة وهدول الاساسيات، في عنا بنحط له هي بكون هدول Quality.
واخيرا المخ اللي هي هي خفيفه. تمام هلا بدنا نبلش ركب الغساله. الغسالة اصعب شيء تركيب والله العظيم. 50 دقيقه بفكر بدنا نركب. ليش مش عارف يعني مو تركيب اسمه هذا فك الغساله. انا جايبين هذول نفك البراد لان والله العظيم ما بعرف ليش شوف هلا غسيل لو خلاص بلغيه فكين هون خلاص نظرين فكين الربع لغي معاهم ولا ورجع ركبهم مشتري دور الخزن برا محل ما ما طلب مني دحين البيت. هو هون سوى غرفة انا رايح مشتغل في بيت والله العظيم ما بحب انا بحب بحب اكثر من 10000 حلو مو الفكره بالحظ انه بتعذب كثير بضيع وقت كثير في التاسيس والتجهيز وبنفس الوقت ما يجيني مقابل مادي كبير فلذلك انا بفضل افضل اقول اربح لي يعني انا مثل هذا البيت ما صرفنا عليه تقريبا 1000 دولار اتوقع لان كان معي 180000 ما شفتها نقصت 200 يعني ما صرفنا ثم كان نفرط مهم بس المهم وصلت على الدولار هي نقطة جدا مهمة هون اللوكيشن الأول حلو ايش بدي باللوكيشن الأول ايش بدي بروحي Thank you.
حاجات. الاوبجكت الثاني اتوقع بدنا اثنين. واحد لازم نزيله عبالي عشر شي لازم نزيله بس يكون وصلنا هنا نهاية الفيديو. انتوا باكين تستنوا في الحكي المهم اللي حكيكم يا ما في اي شيء مهم، استنوا الفيديو الجاي رح تعرفوا شو المهم عن طول الزومبي. بجد في معلومات جدا مهمة رح جايب لكم اياها ان شاء الله. الفيديو الجاي رح تشوفوا كل المعلومات المهمة اللي انتم منتظرينها. باي باي، نشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله بكرة الساعة 6. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.